بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع، معكم الأستاذ عبد العالي ياقوت، معلم الرياضيات مدرسة الإسراء الخاصة. تابعنا الدرس السابق هو جمع الأعداد العشرية، وهذا اليوم سنتابع درس جمع الأعداد العشرية، ولكن عن طريق التحقق من مدى صحة الحل. ما معنى درس التحقق من مدى صحة الحل؟ نتذكر سويا التقريب أو التقدير. عندما تحدثنا إلى التقريب إلى الآحاد ومنزلة جزء من عشرة أو منزلة جزء من مائة، الدروس السابقة هذه هي مقدمة إلى هذا الدرس. درس جمع الأعداد العشرية صفحة 749 في الكتاب المدرسي. السؤال: اجمع وتحقق من مدى صحة الحل. اجمع وتحقق من مدى صحة الحل. هناك طريقتان. الطريقة الأولى نقوم بعملية التقدير أولا ثم الجمع. يعني هنا 25، هنا 25، وهنا 48 من 100. 25 عدد صحيح. الرقم الثاني 48 ما أي نقربها إلى عدد صحيح. ننظر إلى الرقم الذي قبل النقطة العشرية، 4. هل 4 من الأعداد الكريمة التي تعطي 1؟ لا. يبقى 8 هتنزل مثل ما هي، ستصبح 25 زائد 8 يساوي 34. أو طريقة أخرى، نقوم بعملية الجمع. 25 زائد 8 هتبقى 33 و46 من 100. بعد ذلك نقوم بعملية التقدير. في هذه الصفحة هناك عدة ملحوظات، وهي أولا: لا تنسى الأرقام الكريمة والأرقام غير الكريمة. الأرقام غير الكريمة هي الأرقام الصفر والواحد والاثنان والثلاثة وأربعة، وهي أرقام لا تعطي 1 للرقم الذي قبلها عند عملية التقريب. أما الأرقام الكريمة فهي 5 والستة والسبعة والثمانية والتسعة. ليه أرقام كريمة؟ لأن عند عملية التقريب أو التقدير تعطي 1 للرقم الذي قبلها، اللي هو قبل النقطة العشرية، اللي هو الآحاد. مثال: هنا مسألة رقم 6. يقول لي 35.8 من 100 زائد 11.9 من 10. اجمع وتأكد من صحة الحل. لقد صممت هنا الجدول التقريب قبل والتقريب بعد. التقريب قبل أي نقوم بعملية الجمع. التقريب قبل نقوم بالتقدير قبل عملية الجمع. ازاي؟ هنا 35 قبل النقطة العشرة صفر. هل صفر من الأرقام التي تعطي؟ لا. يبقى 35 تكتب مثل ما هي. 11.9 من 10، هل التسعة تعطي؟ نعم، يبقى تعطي 1 لل 11، ال 11 تصبح 12، ونقوم بعملية الجمع. 35 زائد 12 تساوي 47. طيب كده عملنا عملية تقريب قبل عملية الجمع. طيب نجمع ثم نقرب، دي الطريقة الثانية. 35.8 من 100 زائد 11.9 من 10. نقوم بعملية الجمع. الثمانية هنا لا يوجد تحتها رقم. في بعض الطلاب يكتبوا صفر، وفي بعض الطلاب يقول لك لا يوجد رقم تحتها، يبقى 8 زائد 8 تنزل مثل ما هي، بس هي في الأساس صفر. تبقى 8 زائد صفر يساوي 8، وصفر زائد 9 يساوي 9، والنقطة العشرية تحتها النقطة العشرية تكتب. 5 زائد 1 6، 3 زائد 1 يساوي 4. كده الإجابة 46.98 من 100. نقوم بعملية التقريب. هل التسعة تعطي من الأرقام الكريمة؟ نعم، يبقى التسعة تعطي 1 للستة، فتصبح 46.47. نلاحظ هنا أبنائي وبناتي أن عملية الجمع التقريب قبل الجمع كانت الإجابة 47، وعندما كنا بعملية الجمع وقربنا أصبحت أيضا الإجابة 47، فكلاهما إجابة صحيحة. قبل التقريب قبل الجمع والتقريب بعد الجمع
نفس الإجابة وهو التأكد من صحة الحل. سؤال آخر، إذا كان هناك 8 من 10 زائد 22 من 100، دعونا نقوم بعملية التقريب قبل الجمع. يبقى هذه النقطة العشرية، الصفر على اليسار والثمانية على اليمين. هل الثمانية من الأرقام تعطي؟ نعم، أرقام كريمة. يبقى الثمانية تعطي للصفر 1 تصبح 1، 2 تعطي للصفر لا، يبقى الصفر يكتب مثل ما هو، فتصبح الإجابة 1 زائد 0 يساوي 1. كده التقريب قبل عملية الجمع. نقوم الطريقة الثانية، نقوم بعملية الجمع ثم نقرر بعدها. 8 من 10 زائد 22 من 100، يبقى الاثنين لا يوجد رقم، يبقى تصبح 2 مثل ما هي، لأن موجود هنا أساسا صفر، لا يوجد رقم يبقى أساس صفر، يبقى 2 تنزل مثل ما هي. 8 زائد 2 10، نحط الصفر ومعايا الواحد، 1 على الصفر 1، 1 زائد 0 يساوي 1. أصبحت النتيجة 1.2 من 100. نقوم بعملية التقريب. هل الصفر من الأرقام الكريمة؟ لا، يعني لا تعطي 1 للرقم الذي قبلها، يبقى الواحد تنزل مثل ما هي، أصبحت النتيجة 1. نلاحظ هنا أن التقريب قبل الجمع كانت النتيجة 1، وإذا جمعنا وقربنا بعد الجمع أيضا تصبح النتيجة 1. لذا فقبل التقريب قبل الجمع وبعد الجمع هي نفس الإجابة تساوي 1، وهذا ما يعني التدقيق من صحة الحل أو الدقة من صحة الحل. فالتقريب قبل عملية الجمع تعطي نفس النتيجة إذا قمنا بعملية جمع المسألة لأعداد العشرية وقربنا العدد العشري اللي هو ناتج من عملية الجمع، فهي نفس النتيجة، فأصبح الحلان متشابهان ومتساويان. فالملحوظتان، أولا طريقة الحل هو قرب إلى الآحاد قبل الحل، أو اجمع وقرب الناتج أيضا إلى الآحاد أو إلى العدد الصحيح، فيصبح الناتج سواء قبل عملية الجمع أو بعد عملية الجمع كلاهما متساويان، وتظهر النتائج قبل وبعد مثل الحل. فهذا هو معنى التأكد من صحة الحل، التأكد من صحة الحل. مثال آخر، إذا كان هناك 25 زائد 8 و46 من 100، 25 زائد 8 و46 من 100، نقوم بعملية التقريب قبل الحل. أدي 25 لا يوجد نقطة عشرية، فهي مقربة جاهزة، 25 عدد صحيح تكتب مثل ما هي. طب هنا نقطة عشرية في المسألة التي بعدها، نشوف الرقم اللي قبل النقطة العشرية والرقم الذي ليالي النقطة العشرية، الأربعة من الأرقام الغير كريمة التي لا تعطي 1، فتصبح 8 مثل ما هي تكتب، فتصبح الإجابة 25 زائد 8 تساوي 33. يبقى هنا قمنا بعملية التقريب أو التقدير قبل الجمع. فإذا قمنا بالجمع ونقرب بعدها كما هو في المثال، 25 زائد 8 46 من 100، يبقى 6 تنزل مثل ما هي، والأربعة نحط النقطة العشرية، 5 و8 13، 3 معانا الواحد، 1 على 2 3 تنزل 3، يبقى أصبحت الإجابة 33 و46 من 100. نقوم بعد ذلك بعملية التقريب. 33 و46 من 100، هل الأربعة تعطي للثلاثة شيء؟ لا، فتصبح 33 مثل ما هي. فلاحظنا إذا قمنا بالجمع هنا يكون ناتج الجمع بعد التقريب 33، وإذا قربنا قبل الجمع أيضا النتيجة 33، فأصبح الحلان متماثلان أو متشابهان. هذا هو معنى الدرس أو معنى السؤال، تحقق من مدى صحة الحل. تحقق أي ساوي عملية التقريب أو التقدير للمسألة سواء قبل الجمع أو بعد الجمع، كلاهما نفس الناتج. آخر مثال، 14.8 من 10 زائد 10.26 من 100، الثمانية من الأرقام الكريمة التي تعطي، فيصبح العدد 14 إلى 15. هنا الإثنان قبل النقطة العشرية من الأرقام الغير كريمة، فهي لا تعطي للرقم الذي قبلها 1، فالعشرة تصبح مثل ما هي 10، لأن قبلها 2 لا يعطي، 15 زائد 10 يساوي 25. فهنا عملية التقدير قبل الجمع. فإذا رجعنا
وقمنا بعملية الجمع. أولا 14.8 زائد 10.26 من 100 تصبح النتيجة أدي 6 8.2 صفر معنا الواحد، 1 على 4 5، 1 1 2. طب هنا أصبحت النتيجة 25.6 من 100. إذا قمنا بعملية التقدير لهذا الناتج، الصفر لا يعطي لأنه ليس من الأرقام، ليس من الأرقام الكريمة أو رقم غير كريم، فال 25 تكتب مثل ما هي، فأيضا تصبح النتيجة 25 بعد عملية الجمع وقبل عملية الجمع. فهذا أعزائي الطلبة والطالبات هو معنى درسنا اليوم، التأكد من صحة الحل عند جمع الأعداد العشرية. قمت بطريقتين كما هو موضح أمامكم، قمت بجدول التقدير قبل الجمع والتقدير بعد الجمع، وقمت بحل أكثر من مثال في هذه الصفحة، وهي صفحة 751 كما هو مقرر عندكم بالكتاب المدرسي منهج الرياضيات. قمت بحل بعض المسائل وقمت بإرفاقها هنا لتوضيح طرق الشرح، وسأترك لكم باقي هذه المسائل لتتبع الخطوات أو الطريقتان التي قمت باستخدامهما في الحل. فأرجو من كل طلابي أن يسيرون على نهج هذه الطرق، التقريب قبل الجمع وبعد الجمع للتأكد من صحة الحل. فهذا هو درسنا اليوم، هو درس جمع الأعداد العشرية والتأكد من صحة الحل عن طريق التقدير أو التقريب. أتمنى من كل طلابي وطالباتي أن تكونوا استفدتوا جيدا من هذا الدرس، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.